على حق الشعوب في تقرير المصير وعلى حق الشعب الصحراوي بالذات في تقرير مصيره. وأنتم تعرفون أن بعثة أممية باسم المينرسو وتحمل كلمة استفتاء ريفرندوم، ولم يتم نشر هذه البعثة إلا باتفاق الجميع في المنطقة. وأقرت منظمة الأمم المتحدة أن الإقليم الوحيد في القارة الإفريقية الذي يطالب بتنظيم استفتاء لصالح شعبه هو إقليم الصحراء الغربية. هذا أمر واضح قانونا وسياسيا. فمنطقة الأزوات جزء لا يتجزأ من تراب مالي، كما أن مناطق أخرى في أكثر من دولة إفريقية قد تكون فيها بعض الخصوصيات العرقية والثقافية واللغوية تعتبر كذلك جزء لا يتجزأ من تلك الدول. فالمطروح في القارة الإفريقية، ما دمت أشرت إلى عملي في الاتحاد الإفريقي، المطروح هو إحلال نوعا من التوازن بين الوحدة الوطنية والتنوع الديني والثقافي واللغوي أينما وجد هذا التنوع. طيب، ما قامت به في فرنسا في مالي، ما تقوم به اليوم في جمهورية أفريقيا الوسطى من وجهة نظر الدبلوماسية الجزائرية، هل هو تدخل في شؤون الغير أو لمجرد وجود قرار من مجلس الأمن بتصميم من فرنسا تقبل الجزائر؟ ودعني أقول أن القوات الفرنسية متواجدة في جمهورية أفريقيا الوسطى منذ استقلالها سنة 60، هذا ليس بجديد. الجديد أن هذه القوات تحصلت على تكليف من الأمم المتحدة بطلب من الاتحاد الإفريقي أنها يجب أن تؤدي دورها تدعيما للقوى الإفريقية المنتشرة هناك. فإذا طلب إفريقي، طلب من طرف حكومة البلد جمهورية أفريقيا الوسطى، هذا يعتبر مقبول إفريقيا ودوليا. لا مانع، وأنتم قبلتم حتى بالقرارات التي اتخذت في قمة الأمن والسلام في إفريقيا مؤخرا. طبعا فيما يتعلق بمالي، كان الموقف الجزائري أنه لا بد من فتح المجال لحل تفاوضي بين الحكومة المركزية والجماعات المالية في الشمال، الجماعات التي ترفض العنف وتقبل بوحدة ترابية، وحدة مالي شعبا وترابا. أما الإرهاب فيجب أن يعامل بالأسلوب الضروري وهو العنف المشروع. فالجزائر كانت دائما وأبدا تلح على أن لا يكون تدخل أحادي الجانب في مالي من دون تكليف من طرف الأمم المتحدة، من دون إشراك القوات الجزائرية في أي مكان. الجزائر أدت دور غير دور عسكري مباشر، أدت دور سياسي، أدت دور لوجستيكي، أدت دور اقتصادي. مع أنها القوة العسكرية الأولى تقريبا في المنطقة. القوة العسكرية الأولى يا أخي العزيز تدافع عن ترابها الوطني، وبذلك تساهم في استقرار دول الجوار. والحل هو إغلاق الحدود؟ لا بالمطلق، الحل هو السهر على أن لا يشكل الإرهاب خطر لا على الجزائر ولا على الجوار، وهذا ما تقوم به قوات الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن الوطني. طيب، لنعود إلى القضية الصحراوية، لماذا لا تقر الجزائر بأنها طرف في هذه القضية؟ الجزائر ليست طرف ولا تريد. هذا ما تقول، لكنكم تدافعون عن الجانب الصحراوي، هذا لا يمكن أن ينكره أي أحد. هل نحن طرف في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لأننا ندافع عن القضية الفلسطينية؟